تقليد الرتب. ليتفضل السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. بناء على أحكام الدستور وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في يوم 27 جوان 2023 المتضمنة الترقية في صفوف الجيش العامل، يقلد رتبة لواء من طرف السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني العمداء الآتي أسماؤهم: نور الدين قائد، موسى سعادو، نصير محمد، اسماعيل شوابنا، عبد الغني بوساحة، عز الدين عليوش، منير زاهي، عبد الباسط بن جدو، جمال الدين ديب، فكير يخلف، سيد علي سنوساوي،
الدين حكيم. ويقلد رتبة عميد من طرف السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني العقداء الآتية أسماؤهم: محرز جريبي، محمد توفيق شوشان، محمد نمار،